هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذنية ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ويا هلا والله ومسهلا أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وعبر شاشتكم شاشة قناة الواقع الفضائية في صالة التميز. بلا شك صالة التميز تأتيكم كل يوم جمعة ويدخل فيها 10 متسابقين من أصل 21 متسابق وينقص العدد في كل أسبوع بعد مغادرة واحد من المتسابقين في كل أسبوع. في اليوم 20 من هذا البرنامج والذي يأتيكم برعاية جمعية أبطال أملج الخيرية سائلين من الله عز وجل لا ينتهي هذا البرنامج إلا وقد فرحنا واستبشرنا جميعا باكتمال هذا الوقف. صالة التميز في هالصالة اليوم اللي حنعيش فيها الفي آي بي رجال الأعمال التجار في هالليلة 10 متسابقين حنرحب فيهم حيوقعون معانا عقود في هالطاولة ومن ثم حنتضيف معاهم ضيافة بسيطة وبعدها حنبدأ وإياكم آلية المسابقة. آلية المسابقة وقبل أن نرحب بالعشر متسابقين في برنامج البزنس سيكون كل أسبوع بداية من يوم السبت وحتى يوم الجمعة ظهراً كل مقدم من نجوم هالبرنامج من المقدمين مقدمي الفقرات حيختار نجم أو نجمين أو ما تراه مناسب إدارة البرنامج في اختيار نجوم ومتسابقين هذا البرنامج لدخول صالة التميز. 10 متسابقين حيدخلون معانا وكل مذيع في البرنامج حيختار متسابق أو متسابقين وربما مع كل أسبوع تتغير آلية الاختيار وهذا على حسب التفاعل وعلى حسب الأداء في البرنامج من المتسابقين. أنا عبد الرحمن الكليب أتيكم كل يوم جمعة في صالة التميز نتضيف وإياكم وعلى ما يقولون نسولف وإياكم في هالبرنامج. الكل متشوق لمعرفة آلية البرنامج. اليوم بنتعرف على الأسماء اللي رشحوها المقدمين طبعا على منصة تويتر. كل مذيع رشح شخص أو شخصين ونزل التغريدة وهذا على حسب الأداء وعلى حسب التفاعل. طبعا ال 21 متسابق في برنامج البزنس بانتظار الإعلان احنا طبعا بناخذ عليهم لقطة سريعة في الخيمة والمجلس وحنشوف أسماءهم. حنرحب بشخص شخص تقريبا أو إذا كان هناك مقدمين من الفقرات اختار اثنين من المتسابقين حيدخلون مع بعض ونرحب فيهم. وبلا شك أنا في صالة التميز حرحب بالنجوم. أول نجم طبعا أبو رزيقة رشح واحد
وبلا شك ما رشحه إلا شافه متفاعل وكان صاحب أداء جميل في هذا البرنامج. وبرزيقة رشح شخص كوميدي جميل عسل، وخلنا نقول رجل الأعمال اللي حينطلق معنا في صالة التميز علي الجعيدي. ويا هلا والله ومسهلا، خلنا نرحب فيك وتضيف معنا. خلنا نطلع علي الجعيدي ونرحب فيك. ليش بس تجيب لي الشنطة اللي فيها العقود واللي فيها الأمور الزينة في هالحلقة؟ وبانتظار علي الجعيدي. علي الجعيدي طبعا هو أول الداخلين معنا في صالة التميز. بلا شك صالة التميز إبداعها بلا محدود. بيتضيف معنا وبنسولف معه، نبعد عن البرنامج الواقعي وقراراته وبلا حدود في هذا البرنامج. علي الجعيدي احنا بانتظارك في هالليلة وتحديدا في صالة التميز. طبعا بلا شك هلا والله، يا هلا والله وغلا، حياك الله. حياك الله، يا مرحبا. مرحبا، الله يعافيك. اليوم احنا نعاملك ما انت متسابق، انما نعاملك رجل اعمال اتيت في صالة التميز. ويا هلا والله، ما الله يرفع قدرك، يرحم والديك. تفضل معنا لتوقيع العقد. ولكن خلنا نرتب، تفضل، بعدها بنوقع العقود مع بعض. تفضل، زاد فضلك، عشان نرحب بالجميع. نرحب بالجميع ايضا الان. يا سلام، شخبوط الدوسري وركان بن ملهي في اليوم الفقرة الظهر رحبوا معنا واعطوا بطاقة العبور لصالة التميز شخصين. بلا شك الشخصين، علي تعرف الشخصين؟ ما تعرفهم؟ لا، بسلامة. حيكونون معك في صالة التميز. الله يحييهم. حنجلس اليوم على كرسي المساج. يا سلام. طيب نرحب، إذا جاهزين لأسماء شباب. بانتظار الاسم الأول، ياليت تعطوني يا شباب اللي عندكم. أحمد العوض المتسابق الثاني اللي بيدخل معنا في صالة التميز. ضيعني. وأيضا الترشيح الثاني لعبد الله الرزقي. ويا أهلا والله ومسهلا. يا الكرعاني، قوم النايم، صالة التميز بنتقهوى مع بعض ونايمين يا شباب. صالة التميز اليوم في أولى فقراتها وفي اليوم 20 من برنامج البزنس. أنتقل وإياكم كل يوم جمعة بفقرة مختلفة بآلية جميلة جدا قدمتها إدارة هذا البرنامج، مشكورة على رأسهم الشيخ إبراهيم الحسين مالك هذه القناة، وأيضا الأستاذ الجميل المبدع الرائع مدير البرنامج الأستاذ ناصر الغامدي الله يعطيه العافية، وكافة الطاقم اللي يقدمون ويبذلون كل الجهد الجميل لنجاح هذا البرنامج. احنا بانتظار الرزقي والعوض في صالة التميز. علي الجعيدي، خليني بسألك، كيف شفت دخولك الآن في صالة التميز سريعا؟ والله شعور طيب، وأجمل شعور يعني من غير قصور أخوياي، يعني أنك تختار يعني من بين مجموعة من الأشخاص من غير قصور فيهم، يعني هذا بحد ذاته يعني شيء يعني يرفع قدراتك. يا سلام. طيب خلنا نضيف علي الجعيدي، وأنا برضو بتضيف مع الشباب. تفضل يا علي الجعيدي، ضيافتك أيضا مفلح المشعلي من خلال فقرة مقادير اللي يوميا تقدم الظهر باستثناء يوم الجمعة. رشح متسابق أيضا جميل، محمد آل عبيان. ويا هلا والله ومسهلا يا محمد. احنا بانتظار ثلاثة الحين. أيضا احنا بنحاول. يا هلا والله، سلام، يا هلا والله ومسهلا، حياك الله، نورت وشرفت صالة التميز. يا هلا والله ومسهلا، تفضل. نروح إلى أيضا المذيع الجميل عبد الله الجميري في فقرة مقادير في الظهر. رشح أيضا متسابق حيكون معانا اليوم أحمد العوض. يا هلا والله ومسهلا، نورت، يا هلا والله. عبد الله الجميري يرشح عبد الله الروقي. ويا هلا والله بعبد الله الروقي.
طبعا صارت التميز الى ما يجون الشباب. ونذكر جمهورنا الغالي الجميل ان 10 متسابقين اليوم يعني حيروح واحد منهم وحيحصل على شيك الانقاذ من البرايم غدا مع زياد الشهري. ما ندري اليوم احنا نعرف في آلية صالة التميز. نرحب بأيضا اختيار مدير البرنامج الأستاذ ناصر الغامدي، بلا شك اختار شخصين قدموا أداء جميل طيلة فترتهم في البزنس في فقرة مساءات. نرحب بالنجوم مشاري عمر ومحمد الكرعاني، صحيح؟ عبد الله الكرعاني، يا هلا والله ومسهلا. احنا بانتظار النجوم، طبعا احنا بانتظار العقود. وليد المذيع الجميل وليد قشران في فقرة المستثمر اختار نجمين، وبلا شك ما يعني وليد كان معنا 3 أيام الأسبوع الماضي أو الأسبوع اللي فات، واختار شخصين حيدخلون معنا في صالة التميز. نرحب بمسفر بن رميثة وزايد آل سابر، يا هلا والله ومسهلا. يا هلا والله يا عبد الله، يا هلا حياك الله، نورت وشرفت، يا هلا والله غلا. كذا احنا اخترنا 9 متسابقين دخلوا معانا صالة التميز، تبقى واحد من اصل 21، بعدين اخترنا 9. يا هلا والله بمحمد، نورت وشرفت، كل ما ابي اعلن عن واحد يا هلا والله غلا، حياك الله. يا هلا والله مسهلا، تفضل. مذيعنا الجميل سعد القحطاني واللي يقدم يوم الخميس فقرة البورصة اللي فيها أسهم وحركات وشغل جميل، اختار، تفضل وبقوله بعدين. يا هلا والله مسهلا عبد الله الروقي، نورت وشرفت، يا هلا والله وغلا، حياك الله. وأيضا مشاري عمر، ويا هلا والله مسهلا مشاري عمر، يدخل لصالة التميز بالبشت الجميل، يا هلا والله فيك، حياك الله. سعد القحطاني يختار النجم والمتسابق ايضا في برنامج البزنس مصلط الجبلي، ويا هلا والله ومسهلا. كذا الله يطول عمرك، اكتملنا بالعشرة متسابقين، بنضيف مع الشباب وبنرحب بالباقي، وبعدها بنبدا بآلية البرنامج، علما بان العشرة اليوم شخص واحد منهم هو من سيذهب الى شيك الإنقاذ واللي بينجيه من البرايم هذا الأسبوع فقط، واللي حنشرح لكم إن شاء الله الآلية بعد قليل مع الشباب. احنا بانتظار تقريبا زايد ومصرط ومسفر، نرحب فيهم وياليت يجونا سريعا، لأن اليوم يعني ليلتنا مطولة بفقرة صالة التميز، وبعدها الديل ما شاء الله مع النجم الإعلامي إبراهيم المعيدي. يا هلا والله مسهلا، حياكم الله. ما قلتوا إيش رأيكم باللوك والجمال؟ جميل، ها؟ متميز دائما وأبدا يا حبيبي، حياكم الله وشرفتوا ونورتوا. وإحنا بانتظار طبعا المفاجأة اللي لكم قدموها إدارة البرنامج وإدارة الإعداد، ولكن خلنا نجتمع نقول العشرة وبعدها نبدأ وياكم آلية البرنامج. يعني سريعا من محمد وحتى عبد الله في كلمتين، كيف شعوركم في صالة التميز وفي أولى فقراتها؟ شيء حلو، تفضل. اللهم لك الحمد. والشيء الثاني شعور جميل، لا من غير قصور في أخويانا اللي برا، إن شاء الله يحالفهم الحظ المرة الجاية، واللهم لك الحمد، شعور جميل وترتيب وشغل. يا سلام شاري عمر، يا هلا والله، حياك الله. أول شيء الحمد لله، هذا من توفيق ربي، وهذا يعطيني دافع يعني معنوي، وحسي أني أنا أقدم أشياء يعني تخليني أكون من ضمن الشباب، والشباب اللي برا كذلك فيهم الخير بركة، وأسأل الله التوفيق لي ولجميع الزملاء. الله يعطيك العافية. أحمد العوض يا حبيبي، بصراحة شيء جميل، إحساس حلو،
ونشكر الناس اللي ورانا والناس اللي رشحونا على المكان هذا. يعطيك العافية. تمام الله يعطيك العافية الكرعاني. الله يبقيك. فخامة من دخلنا عليك وشوفتك وشوفت الإخوان، وبإذن الله يعني نقدم الشيء اللي يعني قدمنا عند الناس بالعلم الطيب ومكانه طيب. يا سلام. الجعيدي سريعا. أول شيء الحمد لله على كل حال، وهذا بفضل الله ثم فضل من تخيروني، وإن شاء الله أني أكون قد هذه الثقة اللي وثقوني بها، وعسى الله ييسر كل أمر إن شاء الله ونقدم ما في خير للجميع. يعطيك العافية عبد الله الرزقي. يا هلا والله وما سلام عليكم السلام. تفضل عبد الله. زايد يا هلا والله حياك الله. يا هلا والله. يا هلا بمسفر ويا هلا والله بمصلط منورين. يا هلا والله مسهل حياكم الله. يا والله ما اتصرفتي نقول كثروا وش فيهم؟ ما عاد الاثنين بياخذهم من المكان. بقي مصلط بس. تعال معكم يا الاربعة. استريحوا عشان نشرح آلية البرنامج. بقطعكم معليش اللي ما كملوا معانا في صالة التميز. كفو وفوا. آلية البرنامج سريعا، انتم وايضا الجمهور متشوق ل يسمعها. احنا بانتظار الاعداد ان شاء الله يعطينا الاسمين الاوليين، ثم طبعا حنبدا بالاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، واللي حنستقبل فيها اتصالات الجمهور. اتصالات الجمهور لاول اثنين، الجمهور هو من يحدد من سيذهب معنا الى التصويت. احنا عندنا 10 الان، 5 في مرحله الاتصالات حيذهبون إلى تصويت الجوجل، ومن خلال الخمسة هذول حيكون واحد معانا مرشح أنه يحصل على شيك الإنقاذ اللي بينجيه من برايم هذا الأسبوع. كيف الطريقة؟ الخمسة حيكونون معانا في تصويت في جوجل ولمدة نصف ساعة تقريباً، والأول اللي حيحصل على أعلى نسبة تصويت حيدخل معانا في 10 أسئلة سريعة خلال دقيقة. إذا جاوب 5 من 10 مباشرة حيحصل على شيك الإنقاذ لهذا الأسبوع، وفي حال جاوب على 4 أسئلة من 10 حنلجأ إلى الجمهور. طبعا حنلجأ إلى الجمهور في السؤال الخامس اللي ما جاوبت عليه أنت، هناك سؤال جمهور هو يساعدك، إذا جاوب الخامس عنك حتاخذ شيك الإنقاذ. لنفترض أن من الستة اللي حيعلنهم اليوم إبراهيم المعيدي أو آلية الديلمة بشكل عام، هم 6 هم 10 ما أدري، ولكن في حال دخلت البرايم أو الديلمة واتجهت إلى البرايم ومعك شيك الإنقاذ غدا، بإمكانك تستخدم هذا لي يعني نزولك، تستخدم شيك الإنقاذ ونزولك وصعود الأضعف أو الأنزل بالنسب والتصويت والتفاعل بدلا عنك. في حال ما كنت في البرايم معك شيك الإنقاذ أيضا بإمكانك أنك تهديه شخص ينزل من البرايم وأيضا يدخل الأضعف والأنزل تصويتا وأداء. وضحت؟ وأيضا إن شاء الله أنها وضحت الصورة لجمهورنا. أنتوا بإمكانكم الآن طبعا سهم ما مد كيف طرت عليكم الفكرة هذه. الله يعطيك العافية. بلا شك طبعا العشرة اليوم معانا، ربما الأسبوع القادم يتغيرون كلهم، ربما يكون معانا 2 3 منكم، هذه على حسب الأداء والتفاعل والآلية. احنا معانا مفاجأة الآن، المفاجأة. طيب الحين يعني تاخذوا راحتكم في الضيافة، تفضلوا للضيافة واستمتعوا في صالة التميز. في أكثر من مكينة قهوة بإمكانكم تستخدمونها وتضيفوا على ما يقولون، واتركوا الديلمة واتركوا البرايم، خلوكم في صالة التميز إلى حين ننطلق وإياكم في المفاجأة. تفضلوا. تراها ما تجي مرتين يا الربع عليكم بقدر في الطعم. يا هلا والله مسهلة. تمام طبعا الآن بإمكانكم تضيفون، تأخذون راحتكم. هذه المكينة بإمكانكم، هذه كبسولاتها
هذه ما تشتغل، هذه اللي تشتغل. الله من هذه يعني وعن فيصل العرجاني. بالعافية. طبعا حنستقبل اتصال حيجينا. وما ركبتك شو اسمه؟ يا هلا والله. معروف تنفيذ. تفضل. اليوم ما في خلية. ما شاء الله. وش رأيك فيه؟ بإمكانك تنزل بشتك يا طويل العمر وتاخذ راحتك مع الشباب. البرستيج خلوه عنكم شوي. صارت تميز يا هلا والله مسألة. طبعا الشنطة تحمل الكثير من المفاجآت اللي حتكون لكم بعد الضيافة. الجميع يترقب بلا شك. شيك الإنقاذ سيذهب لمين؟ عندنا اتصال حيكون بعد قليل معانا. يعني الأمور اليوم على ما يقولون. وش يا علي في السنبتيك؟ وفيها توتر. فيها توتر؟ تمام. أساعدكم يا شباب؟ عودين على الشيء هذا ما يحتاج. تمام. عبد الله الرزقي تعال جاي. شوف أخوي كم يحتاج الأمور طيبة. تعال جاي عبد الله الرزقي. تمام. الرحمن. باقي كبسولة ثانية طبعاً لكم تشيلونها. كبسولة البيضة. عبد الله الفريدي. باقي العنب. باقي العنب. أنا بجلس وبيئة قهوة، يا ريت يجينا فنجان قهوة. وبيصل بعدك ما وش باكل بخلي. تاكل الورق كله. كله باكله كله. نبي قهوة يا شباب. دقيقة أخوي. والله يا ورق الحين. دقيقة. ترى وقول العنب ما يجي مرتين، مرة واحدة بالعمر. تعطيني في الجلسة. هلا والله. اسرح اسرح يا حبيبي. الله يبيض وجهك. شكرا. هذه شكرا. يعطيك العافية. لا 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 ما شاء الله ما بس. يا حبيبي انت الحلا. تسلم. سم يلا بجلس معك. يلا تفضل. اي براحتكم. طبعا ايقاف خدمات الحين في الديلة ما يمكن تكون باذن الله. ان شاء الله حتنبك الخدمات. طيب كويس. شكرا. احنا بلا شك طبعا بانتظار يكون اتصال معانا وشيك الانقاذ. تاخذ شيك الانقاذ يا مسفر. سم لو اقول حاجه مو بغامر لا ادري. طبعا انت اليوم اتصالات التميز واخوياك على الشاشه ويشاهدونهم الجمهور يتحسرون على انهم ما كانوا في هالليلة. شوف كلنا ان شاء الله تميز ان شاء الله. لكن مدتي معك الشيء الثاني انا اشكر وليد بشراه. شكر وان شاء الله احنا عند حسن ظننا باذن الله تعالى. انا ادري ان شاء الله المذيعين الباقيين المقدمين اللي باقيين كلهم مميزين كلهم معك انت بعد عبد الرحمن مميز. هذه افضل لحظه مرت علي. يعطيك العافيه. تسلم حبيبي. شكرا يا مسفر. الكاش عندي. طبعا ها؟ انا باخذ معي علي الجعيدي. علي في كرسي مساج وفي شغل جو عشان يعني تعمل الاكل الخاص فيه. طبعا بعد المساج الشنطه يعني بانتظاركم. شلون اشتغل؟ عندك الريموت؟ ايه. وشغل واستمتع وخذ راحتك. الله 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 وش الجمال هذا. وين بوديني؟ تمام. بسم الله. الامور تمام. في ريلاكس. ريلاكسات واجد. ريلاكسات واجد.
بجرك. غمض عيونك لمدة 10 ثواني، خذ نفس عميق. لا احنا قلنا نفس عميق، ما قلنا تشاهد يا شيخ. أمنية تتمناها في هذه اللحظات. ارفع صوتك. نشاط شو اسمه هذا؟ ذيك الجزيرة بعيدة. وين البعيدة؟ موريشيوس. الملاقيف. الملاقيف؟ المالديف. المالديف. جزر المالديف. هل تقدر تعطينا يعني الهواء الطبيعي؟ يا رجال الهواء الطلق. استنشاق وهواء طبيعي. تعطينا رقصة من رقصاتك الجميلة، تقدر وانت بالكرسي المساج؟ ما تقدر. ما اقدر. خلاص تخدرت. يشهد. طيب لو قلت لك يعني ودي بكبسة. ما تقدر. الله 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 الله. طيب بخليك تاخذ راحتك وتسولف مع العوض لين اشوف الشباب. الله الله الله. كيف الضيافة يا شباب؟ انا معي دبة ما اختفت. مرتاحين؟ يعني لا تستضيفهم الاسبوع الجاي اذا اكلت اثنين على الشباب فهو بالعافيه، ولكن الشباب لا تقول اساميهم لان بيرخصم عليك. خير ان شاء الله، لانك رغم انك اكلت عنهم يعني. خير ان شاء الله. طيب الاسبوع الجاي تبيهم يدخلون ولا لا؟ اتمنى لهم كل خير، بس ما ادري يدخلون. ما هم مؤهلين، اعتقد انهم غير مؤهلين. يا سلام. اجيب اساميهم ولا خلاص؟ لا ما يحتاج. اي خلاص غير مؤهلين، الاخوان غير مؤهلين. انا اكلت عنهم ولا تكفى عطني اسم واحد جالس يتابعك الحين. الاخ فيصل العرجاني اعتقد غير مؤهل لهالفقرات. فيصل يحتاج فقرات اكبر من كذا. نعم. تمام. نعم. عبد الله بنشوفك كل اسبوع. وين وين في صاله التميز؟ والله وانا اخوك اذا انتم فاتحين بابكم ومشرعينه. احنا كل يوم جمعه نقول ان شاء الله ان شاء الله نكسب ثقه غير عبد الله. انت اليوم دخلت بترشيح من احد المقدمين عبد الله الجميري، وهل تتوقع انك تواصل مسيره الترشيح والعطاء الجميل اللي قضيته العشرين يوم الماضي؟ اقول ان شاء الله عندي طمع ان يرشحني غير عبد الله الجميري واكسب رضا الجميع بحول الله وقوته. أيوة. باذن الله. يا سلام. إينا. طيب يمكن تغادر بكره. والله ان غادرت الدنيا كلها وانا اخوك. قد انك تقهويت واخذت ديابه اخذت من نعم شو بعد. يا سلام. مصرط منور يا حبيبي. طيب احنا بما اننا في صالة التميز يعني على الاقل نسمع منك شيء، عطنا شيء كذا مقطوعة بسيطة. نبرة عالية نبرتنا. روح يا ابوي. معي؟ تفضل. يلا مصرط طلب زايد وخلنا نسمع. تفضل. تعال كذا شوي. هذه حماسية. تعال شوي كذا. يلا. مبروك حفظها. يلا ببدا انا وانت. يلا روح. الله خبر وهني على وصله حييت وانت فارقنا ترى موتي دنا. الله لي حبيب يوم روح ما سليت يعلم الله تو ما ذقت العنا. يعلم الله تو ما ذقت العنا. وخبروا هني على وصل حييت وانت فارقنا ترى موتي دنا. لي حبيب يوم روح ما سليت يعلم الله تو ما ذقت العنا. يا سلام. يعلم الله تو ما ذقت العنا. يا سلام يا سلام يا سلام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. إن شاء الله دائم جميل. وأتشرف الحقيقة أن أكون معكم الله يسلمك في هالليلة. وعلى ما يقولون لو انتهت هالحلقة بحلوها ومرها تكفيني هالجمل والجمال. الله يطول عمرك. يعطيكم العافية. قسم بالله أننا مستأنسين معك. الله يحييكم. بلا شك احنا بانتظار العشرة اللي كانوا موجودين منتظرين شيك النقاد. وين بيروح؟ شنو والله ما هو؟ طبعاً حلق.
احنا سمعنا صوت ولا ربما يكون الصوت تحذير يا شباب في صالة التميز. احنا نسمع صوت تحذيرات وتنبيهات وما توقعناها في صالة التميز شباب، بس اذا كان الصوت هذا بالخطأ في خلونا نفهم يا شباب، تكفون نسمع اصوات امور. معنا اتصال الان، اتصال عبد الله شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا والله وغلا، حياك الله اخوي عبد الرحمن. اول شيء مسيك بالخير وبارك لك انطلاق هذه الفقره اللي باذن الله تعالى تكون موفقه، صاله التميز، وبرضو الزملاء الاعلاميين اللي اختاروا هذه الاسماء اللي كانت متفاعله معهم في فقراتهم، وايضا هم يستحقون ذلك. لكن انا عندي مداخله اولا بما يخص واحد من المتسابقين. طبعا اعطي الجوال علشان موضوع توكلنا، لانه بيكون في المستشفى، واثناء عودته من المستشفى سلم جوال اخر غير الجوال اللي هو خرج فيه. هذا اولا. اسمح لي بس اخوي عبد الرحمن ما اطول عليك. تفضل ابو سلطان. طبعا هو فهد بن طارع، يعني خرج المستشفى، واثناء عودته من المستشفى سلم جوال اخر، واستمر معه الجوال تقريبا يومين او ثلاث ايام، وبرضه اخذوه منه الشباب. لذلك راح تكون في عقوبه على فهد بن فارع، خصم 5000 سهم، وان شاء الله يعني هال 5000 راح يشرفنا في البرايم، لانه خصم كبير. وانا اتمنى من الشباب دائما انه انت اذا طلعت بجوال لا تحاول انك تبدل بجوال اخر او شيء، علشان ما تكون في موقف فهد حاليا اللي تلقى خصم كبير، يعني كفيل به الخصم اذا كان ما عنده الدرجات العاليه انه يكون احد الاسماء الموجوده في البرايم. هذا اولا. الامر الاخر اخوي عبد الرحمن، يعني تعرف زايد بن سابر هو روح للبرايم، لكن احتراما لاختيار الصديق والاعلامي اللي اختاره، حبيت انه يتمتع في الصاله وبرضه يتقهوى معكم ويشوف كيف الاجواء عندكم. الاجواء عندكم كويسه، انا اشوفها ما شاء الله مميزه، لكن زايد يرجع لزملائه وتسحبون على متسابق اخر، لان زايد هو اول الاسماء الموجوده في البرايم، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. يعطيك العافيه ابو سلطان، بس اذا تسمح لي. تفضل. اذا تسمح لي ابو سلطان، في صاله التميز انت صاحب السلطه العليا في هذا البرنامج، والان بعد يعني استبعاد زايد من صاله التميز، يا ليت يعني نستأذنك إذا يستمر معنا بدون دخوله في آلية البرنامج، أو يكون لك خيار آخر. يعني زايد يستبعد من الصالة، هو أنت تسحب على من الخيارات المذيعين الآخرين، أنت عندك خيارات ثانية، فشوف من الاسم اللي رشحوه الزملاء الإعلاميين ويكون محل زايد. زايد ياخذ قهوته وعلى الشيء اللي هو يتمتع فيه، وانا حبيت انا بس يجرب جو الصاله، وان شاء الله اذا حالف الحظ نشوفه الاسبوع القادم في الصاله باذن الله. يعطيك العافيه ابو سلطان، شاكر ومقدر لك اتصالك معنا في صاله التميز. شكرا، يعطيك العافيه. زايد بكل حب يعطيك العافيه، شرفتنا ونورتنا في الضيافه، وتقدر ترجع للشباب. وش الفائده طيب؟ يا اخي المفروض يسوون اليه ويمشون عليها بالعافيه، ما حد يتدخل فيها. خلاص وخر اختك، يلا عيال عاد اوصي، ما حد يتدخل المفروض. وين نسوي سانسو؟ صدقني صدقني المخاط دقيقه. يلا شباب، شكرا زايد، يعطيك العافيه. عشان نستمر، شكرا. الامور طيبه. اذا بس الاخوان في اداره البرنامج عشان نبدا الاليه والمفاجاه للبرنامج. استمتع. هل حيكون في احد بديل عن زايد؟ ستخبروني وحنبدا واياكم في المفاجاه اللي عديناها وعدوها اداره البرنامج. طبعا الجميع متوتر الان في الدقائق هذه، ولكن ابو سلطان صاحب السلطه العليا في هذا البرنامج، وبلا شك نستمتع واياكم نكمل في بقيه فقرتنا صاله التميز. وبلا شك
القرار انتهى بالنسبة لأبو سلطان. يكون معنا أحد بدل زايد أو نبدأ شباب؟ تمام. طبعا حنكتفي بتسع أشخاص بعد أن تضيف معنا زايد في هالليلة في صالة التميز، وإن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم حيكون معنا 10 إن شاء الله. طبعا تفضلوا شباب. طبعا المفاجأة هي أعدت لكم الجميع التسعة معنا. طبعا زايد كان من ضمنكم ولكن ما راح يستمتع بالفكرة أو بالمفاجأة، ولكن إن شاء الله يكون معنا الأسبوع القادم إلا إذا كان يعني أمر الله أقوى وخرج من هذا المنافسة من هذه المنافسة. الهدية كالآتي اللي قدموها إدارة البرنامج لكم جميعا. تجلس. حنخصص مكان أو أنا بجيبها، إذا تجيب لي الشنطة اللي في كرسي المساج يستمتعون. طيب طبعا قبل يبدأ حتفتح الشنطة إذا قلت لك، تمام، حتفتح الشنطة، تمام، وأنا بخلي الشباب، تفضل بخلي الشباب هم اللي يفتحون الشنطة وهم يطيبون. يلا شباب تفضلوا افتحوا الشنطة. أي واحد؟ الجميع، لأن المفاجأة تخصكم جميعا. يلا شباب. بسم الله. لحظة. سمو بالله. لا الله يعطيك العافيه. طبعا اللي طافي جواله احنا ما لنا علاقه فيه، معنا خمس دقائق بدا التايمر الحين. استمتع بجوالك خمس دقائق، استمتع بجوالك، صور سنابات براحتك، نزل سنابات براحتك، سولف على راحتك، معك خمس دقائق. ولكن ما ان مجرد تنتهي الخمس دقائق كل الجوالات ترجع، وفي حال بدات الخمس دقائق على الشاشه، وفي حال انتهت الخمس دقائق وقلت لكم انتهى الوقت ولا رجعت الجوالات، حنخصم عليكم. وعبد الله بخلص جوال راح بها. كل دقيقة كم يا شباب؟ كل دقيقة 300 سهم. جوال من؟ جوالك مش موجود؟ لا. وين جوالك؟ ما سلمت هذا البيت. اي ماس طبعا الكرعاني ما اقدر والله. يعني طبعا بامكانك تستمتع مع الشباب بسناباتهم وبراحتك مع خمس دقائق. هلا بالفخم. ايضا مع استخدام الجوالات وانتم تضيفون يا شباب. ايوه صوروا خذوا راحتكم. هلا عبد الله كرعاني مستر برميثا. هلا عبد العوض عبد الرحمن. يا هلا والله. هلا وصلت. هلا حيا يا مرحبا يا الربع. لا تنسوني ما شاء الله عبد الله الروقي، لا تعيونه تحولون من المتجر. هلا يا ابو عمر. هلا اهم شيء الكود W. شباب في احد اخذ جوال زايد؟ في اثنين هنا. انا تعرفي وايلاف، هذا اخونا عبد الرحمن طبعا البوتجار معانا. هلا وصلت. يا هلا وسهلا. مع جوال لا وصيكم براحتك، وصيكم بالدعم ابدا وابد. جوال السلام عليكم كان موجود. مرحبا طبعا من الجوالين لله يا شباب. والله ماني عارف اصور. اي لاف يو. لا تنسون قناه الواقع برنامج البزنس. الله يوفقك براحتك. خذ راحتك. يا هلا والله. مساله حياكم الله.
ابو عمر طبعا شباب خبروني كم باقي من التايمر الموجود عبد الله الكرعاني طبعا ما سلم جواله يا هلا والله ومسهلا حياك الله تقول للناس اللي يتابعونا احنا نقول لهم يا حظكم بالشباب في برنامج البزنس الشباب كلها ابي كلمه نجم وحتبقى نجم الحين متسابق ان شاء الله بتطلع نجم وحتبقى نجم باذن الله يا هلا والله يا هلا بالشيخ اللي ما لبى والله كب لبى كب يام اللي جابوك لبى قلبك اي والله اني صح والله مرحبا والبقى اوه علق جوالي علق جوالي يا بيبي الله يسعدكم انا محمد ارسلها الان لفريق الدعم ها حساب يلا احفظ احفظ ارسلها لجوالي فهمت حياخذ خصم بلا شك تز هلا سامي علق سناب اسه تز علق سناب اسه اخذ مصر باقي معاك دقيقه او الجميع معاه باقي دقيقه تقريبا باقي اخر دقيقه اخذ دقيقه اخذ دقيقه يلا هو يا رحمن يا رهيب باي تحياتي واشواق لكم جميعا ان شاء الله تحياتي واشواق ان شاء الله احنا للنهائيات ان شاء الله للنهائيات باذن الله تعالى لا ولا دائما اين الجساس ما في مشكله اين رمحي وسيفي قربوا النعامه قربوا النعامه انا تقريبا اقل من دقيقه شباب الارض ما فيها 40 ثانيه معانا والله شوف على الجوال الطافي الارض ما فيها بطاريه وصوت ابدا معاكم بالعد التنازل يا شباب من 10 ثواني بعدها تسلمون الجوالات في الشنطه المخصصه 30 ثانيه شباب نشوف هالوجيه الطيبه وتشوفوني وقف شوي شكرا من القلب للقلب اقسم بالله يا هلا والله ومسهلا فيكم جميعا 20 ثانيه سب راحتك سب محمد محمد الشنطة على طول يا شباب اللي خلص الكرعاني اموري كلها طيبة لكن الجوال 10 شباب 9 8 7 6 3 وين هو؟ 2 1 انتهى الوقت يا شباب الجميع الجميع سريع يا الكرعاني إذا بدأت الدقيقة يا الكرعاني على طول على طول سريع اهم شيء اللي معك اكد لي ان 14 جوال في مداحم. الشنطه اهم شيء بودي قار معك احنا رجعناه زين الجميع حط الجوال خلاص حط حط الجوال الجميع يجلس يا شباب احمد احمد العوض مخصوم عليك يا حبيبي مو مخصوم بسلم الله يرضى حط الجوال سريع حرها بس سريع علق هو علق والله حط الجوال يطفي الحاله يطفي الحاله الجوال خلاص طفينا يلا طفينا ها مصلاب خلاص طفينا تاكد ان 14 جوال هذه ثلاث جوالات اللي حطيتها كامله هنا هذه تمام يا اخي حنتجه الحين الى اليه البرنامج والعشره تعطوني الاسماء لاول اسمين حيكون معنا اسرع اسرع لا ما خصمنا عليه ما خصمته اليوم قرعة إيه؟ تمام تمام طبعا الآن أنا ذكرت لكم أن كل اثنين حيكونون مع بعض وبحكم أن زايد ما عنده منافس
وحيتجه إن شاء الله مباشرة إلى الخمسة المرشحين. يلا خلونا نعرف منه القرعة مع بعض. يلا نشوف القرعة مع بعض يا شباب. هذا اللي حيكون مع زايد مباشرة حيروح للخمسة المتأهلين إلى التصويت. الخمسة استوب مباشرة. نرجع نمشي. يلا الآن القرعة على الشاشة وخلينا نقول استوب مع بعض. يلا لا زالت القرعة تمشي ونقول استوب مباشرة إلى الخمسة المتأهلين. ألف مبروك مشاري عمر. مبروك يا مشاري. الحمد لله. يعطيك العافية. حتكون معنا من الخمسة المتأهلين. والله يسعدني ويشرفني طال عمرك أني أكون إن شاء الله من ضمن الخمسة اللي راح يتأهلون. إن شاء الله أني أكون قد الهقوة بإذن الله. إن شاء الله إلى شيك الإنقاذ. حناخذ اتصالات الحين. شيك بششون البسيارة. أعطونا الاسمين يا شباب اللي حيكونون معانا في الاتصالات. طبعا الآن حيكون معانا عبد الله الرزقي وأحمد العوض في اتصال هاتفي. ومن خلال الاتصال الهاتفي تفضلوا يا شباب هنا. استاهل الطيب. تفضل. أنا طبعا الأرقام الحين أسفل الشاشة يا شباب. ولجميع من يشاهدنا عبر شاشة قناة الواقع الفضائية. واحد هنا واحد هنا. الأرقام تظهر على الشاشة وبإمكانك تتصل علينا ونسمع فيها صوتك وترشح لنا واحد يتجه مباشرة إلى الخمسة المتأهلين إلى شيك الإنقاذ. طبعا حترشح واحد أنت كمتصل من الاثنين أحمد العوض أو عبد الله الرزقي. وبعدها مباشرة حيروح معانا إلى الخمسة اللي حيكون لهم تصويت في الجوجل. ومن خلالها واحد سيذهب إلى العشر أسئلة خلال دقيقة. من خلالها إذا جاوب خمسة من أصل عشر أسئلة حياخذ معنا شيك الإنقاذ لهذا البرايم أو هذا الأسبوع. وفي حال جاوب أربعة من عشرة حيكون هناك اتصال وسؤال للجمهور يكمل الخمسة وحياخذ شيك الإنقاذ. وارد السلام عليكم. عليكم السلام. ورد السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا بورد. ورد من وين تكلمينا يا ورد؟ ألو يا ورد. في مكة. من مكة؟ يا ما شاء الله. من مكة. يا هلا بأهل مكة. ورد. ورد تسمعينا يا ورد؟ يا ليت اللي معاه ورد في البيت يسمعنا من صوت التليفون ويترك التلفزيون. ايوه الان ورد اسمعي الشباب احمد العوض وعبد الله الرزقي واختاري واحد منهم بعد دقيقه. الحين عندكم دقيقه واحده تقنعون ورد انها تختار واحد فيكم. طيب اتكلم. تفضل. اقنع بايش؟ بالكلام والله فيني وش ما فهمت. براز سولف معاها وعبد الله سولف معاها. دقيقة. رتبوا مع بعض. دقيقه يلا بدا الوقت الحين الدقيقة. يلا يا أحمد سولف أسولف الحين. سولف مع ورد. ورد ورد يا بابا كيف حالك؟ نعم. لا هلا ورد. نعم. كيف المدرسة معاك يا ورد؟ حلوة. يا عمري تدري لو أنا عندك هنا لأجيك في المدرسة وأجيب لك هدية. والله صادق. شكرا يا عمري. الله يخليك الماما وبابا. يعطيك العافية يا أحمد. عبد الله رزقي معاك إكمال الدقيقة. يا ورد أبو يا ورد لبيت بيمنع. يا ورد يا ورد تدري لو اني عندك بوديك الملاهي. تدري اني بوديك الملاهي وبمر السوبر ماركت. ايوه وعس كريم احبش يا ورد. شكرا. يعطيك العافيه عبد الله.
انتهت الدقيقة وشكرا لكم يا شباب. اختيار ورد يذهب إلى مين؟ ورد من تختارين، عبد الله رزقي ولا أحمد العوض؟ اللي بيشتري لك ألعاب ولا اللي بيوديك ملاهي؟ من؟ عبد الله. عبد الله رزقي. يا عبد الله. ألف تستاهل. ألف مبروك. الثاني معانا في ضمن الخمسة. اتفضلوا. يعطيكم العافية. نروح إلى محمد آل عبيان وعلي الجعيدي. أنا نعم. تفضلوا. أحب شاور. محمد آل عبيان. أنا من يوسف. وعلي الجعيدي. ويا هلا والله ومسهلا، حناخذ اتصال. وعندكم دقيقة، لكل واحد منكم نص دقيقة يعني يقنع من سيتصل علينا أنه يختار ضمن الخمسة. طبعاً مشاري عمر، عبد الله الرزقي، باقي ثلاثة حيروحون إن شاء الله إلى الخمسة لتصويت جوجل درايف. نروح إلى رفعة. السلام عليكم يا رفعة. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا والله، من وين؟ من خميس. من وين؟ من أبها. من أبها، يا هلا والله بأهل الجنوب. رفعة معاك محمد العبيان في نص دقيقة وعلي الجعيدي في نص دقيقة، من خلالها أنت بتختارين واحد يروح معانا من ضمن الخمسة. فور محمد. حياك الله يا رفعة. أنا أشوف أنك تختاريني لأن إن شاء الله إنسان مبدع وصاحب صوت جميل، وإن شاء الله أني أقدم لكم شيء يحوز على رضاكم، وبإذن الله إن إذا اخترتيني ممكن ما تدري لعلي إن شاء الله أوصل وأخذ المركز الأول. شكرا. يعطيك العافية محمد. علي جعيدي معك نص دقيقة الأخرى. إن شاء الله. أنا أقول إن شاء الله أنت بتختارين محمد بعد. هذا اللي أنا أبيه. ما تبي تختارك؟ لا. ما تبي تختارك. علي جعيدي ما يبي رفعة تختاره، ولكن خلنا نشوف رأي رفعة ومن تختار. محمد. محمد العبيان ثالث المتاهلين معنا ضمن الخمسة في صالة التميز، واللي حيتجهون إلى التصويت. نختار مسفر بن رميثة ومصلط الجبلي. يا الليل ليه يا أخوي، ما نبيها كذا، ما نبيها كذا. حناخذ اتصال، ومن خلال الاتصال نص دقيقة لكل واحد، خلال دقيقة واحدة تقنعون المتصل. طيب مسفر ومصلط والأرقام أسفل الشاشة، بإمكانكم تتصلون معنا. أريج السلام عليكم. أريج السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا والله بأريج، من وين؟ من حايل. يا هلا والله بأهل حايل. معاك مسفر ومصلط خلال دقيقة، ولكل واحد نص دقيقة يحاول أن يعني يأخذ بطاقة التأهل. يلا يا مسفر. أنا مودي عيد اللي كرروه أخويانا قبل، لكن أقول العين ما تعلى على الحاجب، ما أقدر أعلق مصلط موجود. يا جعل والدك الجنة يا أبو مانع. نهاية ما أقدر أعلق موجود، روح. جعل أبوك الجنة. اتجه مسفر، خلص. انتهيت برا. حاول أنكم تقنعون أريج. أنا أقنعها في مصلط. أنا مسفر أقنعها في مصلط نهاية. يعني مسفر وأريج ومعذورة، إذا اخترتني هي فأنا أقول ترك معذورة المصلط. وأنا أقنع مرة. أريج أنها تختار. الله يرفع قدرك أبد. مرة الحكم عندها. إيش رأيكم تختارني أنا؟ والله تستاهل، وهي أنا أقولها من الآن، أقول أنا أتمنى من أريج إذا أني أنا اللي على بالها أنها تغير النظرة وتوجه أخوي مصلط. المصلط عم قال عين ما تعلى على الحاجب. طيب انتهت الدقيقة تقريبا. ما انتهت الدقيقة، باقي 20 ثانية. أكرر كلام أبو مانع. لا يا ربي إذا ربي. كان الاختيار لأبو مانع فهو يستاهل. احنا حيرناها والحد اللي أكبر عمر نتخذ كلامه. تمام. بما أن ما في خلاص اتفقتوا، وأيضا نسمع صوت أريج من يروح الصوت الرابع. أريج. هلا. مع مين؟ مع مسفر أو مصرط؟ مسفر عشان وليد. مسفر. وكل من لقلب صافي هلا 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 فيكم. معنا آخر اثنين، عبد الله الروقي وعبد الله الكيرعاني. ثانية واحدة. أنا أقول شكرا يا ريج. صراحة لو طلع معي يمكن غير مصلط، أنا من الناس اللي على ما قالوا، ولو إنه علي ولا عبد الله ولا أي واحد من أخويانا، أنا إنسان ما أحب أقدم نفسي عليهم كل أبوهم. وأقول شكرا يا ريج وعسى عن حسن الظن إن شاء الله. يعطيك العافية.
يلا عبد الله الكرعاني وعبد الله الروقي. يا هلا والله ومسهلا. واخر اتصال حيكون معانا معاكم دقيقة واحدة، ولكل واحد منكم نص دقيقة يقنع من سيتصل علينا انه يحصد ويحصل على البطاقة الخامسة للتصويت. طبعا الارقام تظهر اسفل الشاشة، بامكان من يشاهدنا من المملكة العربية السعودية انه يتصل معنا، وايضا من دول الخليج والوطن العربي من قناة الواقع الفضائية، ولكن يضع رقم فتح الخط اللي هو 00966 متبوعا بالرقم اللي اسفل الشاشة، ويدخل معنا في فقرة صالة التميز ويتخذ القرار ويشاركنا في صالة التميز. نورة السلام عليكم. نورة. ألو يا نورة. راحت نورة وانقطع الاتصال، وإحنا بانتظار الاتصال الثاني في هالبرنامج. صالة التميز هي يعني ترحب بالشباب العشرة في كل أسبوع، واحد حياخذ شيك الإنقاذ وحيتجه إلى زياد الشهري غدا في البرايم، ربما يستخدمه لنفسه وربما يهديه لغيره من الشباب. نايف السلام عليكم. يا نايف. عليك السلام. يا هلا والله بنايف. من وين؟ المزاحمية. يا هلا والله بأهل المزاحمية. نايف معاك دقيقة، وأيضا الشباب معاهم دقيقة يقنعونك فيها. يلا يا عبد الله الروقي أو الكرعاني. أقول حياك الله يا نايف. يحييك الله، يمسيك بالخير ويحييك من وين ما كنت. لك عندي ثنتين. سريع يا عبد الله. قصيده هديه في عرسك، وعزمك على عرسي ان شاء الله اذا تزوجت، والله ييسر لي، والله يحييك. وانا اخترت ابو عابد فهو يستاهل. هذا التسويق يا عبد الله الروقي، القصيده جاتك في عرسك، الا عاد اذا كنت متزوج فخلاص تلغى القصيده. يلا نروح للكرعاني، تفضل. وانا بجيك طال عمرك العب قجع في محلك في زواجك ان شاء الله، وانا اخترتني واخترت ابو عابد بكلنا عندك، واختار فينا كلهم بيشاركون في زواجك، وادري انك ودك تختارهم اثنينهم، ولكن اختار واحد. البرنامج وسياسه صارت التميز تحتم انك تختار واحد. من تختار يا نايف؟ عبد الله الروقي. عبد الله الروقي الف مبروك. هلا يا هلا في كل وافي. شكرا يعطيكم العافية شباب. خمسة متأهلين معنا، وخمسة أيضا هم متأهلين معنا لدخولهم هالليلة في صالة التميز، وإن شاء الله نشوفهم في الأسبوع القادم. الخمسة اللي ما حالفهم الحظ بعد ما تضيفوا واستمتعوا بالجوالات والسنابات، بإمكانهم يرافقون ويتجهون إلى أخوياهم، ونكتفي بوجود الخمسة الموجودين في صالة التميز ونسمع لهم تحية. يلا صفقوا لأنفسكم، وخمسة يروحوا لأخوياهم في المجلس، والخمسة المتأهلين يكونون معاي في صالة التميز. أيضا بإمكانكم تشاركونا. يعطيكم العافية شباب. بإمكانكم أيضا جمهورنا الغالي تشاركونا في هاشتاق البرنامج البزنس 20، وقولوا اللي ودكم وقولوا اقتراحاتكم. وأيضا أنا عبد الرحمن الكليب ودي أسمع أراكم في فقرة صالة التميز بعد ما أطلع من هالفقرة، وإن شاء الله من تطور إلى تطور لهذه الفقرة الجميلة وكافة برنامج البزنس من أداء جميل تقدم إدارة قناة الواقع الفضائية من خلال هذه الشاشة. خمسة معانا، بدأ التصويت الحين يا شباب، بس تعطوني خبر إذا بدأ التصويت ومدته كم. 25 دقيقة، وحتى نهاية الحلقة طبعا حيكون معانا 25 دقيقة تصويت في الجوجل، أسماءكم موجودة، والأول حيكون معانا مباشرة إلى في دقيقة طبعا 10 أسئلة، لابد أن يجاوب على 5 أسئلة حتى ياخذ شيك الإنقاذ. الحين في 25 دقيقة بسولف معاكم، نشوف كشختكم ونشوف وجيهكم. طبعا الجمهور ما حيصوت اثناء جلوسكم فقط، لا. طيب الجمهور يبيكم تسلفون، وايضا يبي كشختكم، يبيكم تستمتعون. الشاعر والمنشد والمبدع يسولف في 25 دقيقه رياليتي، وانا معاكم، ومن خلالها حيصوت واحد ياخذ شيك الانقاذ بعد العشر اسئله. تفضل يا مستر.
يو اندرستاند؟ تفضل. والله ما عاد فيها خلاص؟ ما عاد فيها. ابي اتاكد على الانقاذ هذا تنقذك من البرايم بس؟ فقط من البرايم. تنقذك من البرايم صح؟ ايه ويمديك ويمديك اذا انت ما انت في حاجتها خويك اللي طلع برايم او احد المسابقين اللي طلعوا برايم اختاره تعطيه البطاقه رجع يرجع رجع. يلا يا رب تمام. لو طبعا امنية رجعنا كلنا. معانا لكل متسابق دقيقة يكشف ومن خلال طبعا احنا بنعرف نرتب فيما بينهم او يلا نبدا معك معك دقيقة تسولف مع جمهورك تشخص ترتب نفسك ومن الجمهور هو حيحدد انك تكون معانا او لا من خلال الجمهور اتكلم مع جمهورك ايه تسولف وشخص ورتب امور ما يحتاج اصلا قابلني ربي من قبل لا شخص ما تفضل ما تفضل القبول من الله سبحانه واحد واحد ف انا داري اختار لك اللوكيشن اللي تبي اذا ما حبيت انك الازعاج لا يكفي جالسين وشايف الاحمر يا حبيبي كلام فاضي الله يحييك خلاص انا اصلا واثق بعد الله سبحانه ان الجمهور راح يختارني ووراي من غير قصور في جمهور اخواني وراي جمهور وراي محازم باذن الله ما يقصرون ولا يخلون اخوهم ودائما كالعاده ناخذ كل شيء اللهم لك الحمد بعد توفيق الله سبحانه والجمهور على عيني وعلى راسي ولو مهما اتكلم مهما اقول هم عارفين وش محمد وش اللي في خاطر محمد ويكفيني الشيء هذا انهم عارفين من محمد بس او يمدينا اعطيهم اهدى معك دقيقه الى ما يقولوا لي الشباب خلاص اهدى يلا طيب. سم سمعهم شيء بصوت اهدى سم انا كل ما نويت انساك لك الذكرى تراجعني ترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين فرقك هي فراقك كسر قلبي وعذبني وانا نذران علي ابقى احبك لين يوم الدين العافيه وش الابداع دقيقه اختصرها محمد العبيان انه يبدع بصوته ويتالق بشخصيته من خلال شاشه قناه الواقع الفضائيه مسفر الدقيقه معاك الحين نبدا تفضل نقول الله يحييكم الجمهور العزيز حبايبي اخواني خواتي محبيني في سناب شات في تويتر في انستغرام في التيك توك انا ادري انكم ما تثقون فيني ثقه تامه اني راح اقدم الشيء اللي يجمني ويجملكم باذن الله تعالى باذن واحد احد راح اقدم الشيء ان شاء الله يبيض وجهي عندكم وانا ادري ان وراي جبال ثقيله اذا خبطنا على الارض ما اهتزت واذا خبطنا احد ما اهتزينا كلبنا ثابتين جبال باذن واحد احد ان شاء الله وكل متسابقين معنا اما قال وهضاب وانا انافس منافسه قويه مع فرسان صراحه اني اتعب معهم اني اصل القمه من قوتهم ولكن بوجودكم ان شاء الله باذن الله تعالى راح نكافح ونوصل للشيء اللي احنا نبيه وانا اقول كلمه شهيره لي في سناب شات انا قلت تحياتي لمن عذب حياتي عاد الكلمه هذه بين قوسين ما يدرون الناس وش من عذب حياتي وراح اعلنها ان شاء الله بعد البرنامج في سناب شات واقول بيتين البيتين هذه لكل متابعيني ومحبيني في جميع التواصل الاجتماعي أنا أقول هي مبادية ذكرى على ذكراك وأحب اللي يحبك ما بها منه يزيد الشوق لما منه طلط رياك عسى من جاب زولك يدخل الجنة وعسى إن شاء الله وياكم داخل الجنة إن شاء الله يعطيك العافية كذا انتهى الوقت وبلا شك مسفر اختصر في دقيقة ببيتين ورحب أيضا وسوق لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دقيقة انتهت لمسفر وهي على ما يقولون الوكيل أن تكون لترشيح مسفر من ضمن الخمسة عبد الله الروقي دقيقة معك الحين أنا أقول الله يمسيهم بالخير ويحييهم أنا ما أعتبرهم لا جمهور ولا متابعين ولا حتى محبين أنا أعتبرهم أخوان وشركاء نجاح أنا وجودي هنا يعلم الله أنه ما كان وجود لنفسي حتى لو المردود في النهاية يكون للشخص نفسه والمتسابق نفسه هم شركاء هم قوة حقيقية أنا ألتمسها وتلمسها في البرنامج ما عندي تسويق أنا لهم اليوم وبكرة وبعدين أتمنى أني أكون شخص أستحق أني أفوز في هالفقرة أو أفوز في غيرها أو أفوز بالبرنامج أو غيره لأن الشباب اللي معي كلهم يستحقون وبذلوا كل ما عندهم وعلى العين والرأس تأكدوا جداً أني اشتقت لكم وتأكدوا جداً أني معبي لكم وشايلكم مخزون كبير
من المحتوى الهادف اللي يرفع راسي عندكم ويخلوكم يتواصلون معي مسيرة شراكة النجاح. عندي بيتين، البيت الثاني فيها هو المعنى، يقول يلي تحطمك ليادي وترفعك ليادي، يلي تحطمك ليادي وترفعك ليادي، مالك ضرورة بس أنا في المواقف لي ضرورة، كانك ترى الشاعر مخادع ودور الشعر عادي، فالشاعر أصدق شخص لحظة يعبر عن شعوره، إن كنتم ترون وكلكم نظر أني أستحق توجوني، والله يبيض وجيكم ويجعلكم سالمين دائما. يعطيك العافية عبد الله، أيضا بالقصيد وبالكلام الطيب الجميل عبد الله الروقي، اختصر الدقيقة وفالك التوفيق يا عبد الله. أيضا عبد الله رزقي معك الدقيقة، تفضل. طب أنا والله ما أقدر أقعد وحكي جمهوري وأنا قاعد دون قصور في الباقيين، جمهوري اللي على راسي ومثل ما قال أخوي عبد الله الروقي وإخواني أن الجمهور هم شركاء النجاح، فيعتبرون إخوان، ولو نحن ما نعرفهم خلف الشاشات سناب إنستغرام تيك توك تويتر، لكن والله هنا ينحطون، والله نحن ما علينا ما علينا، دامنا نقلط على فرخ السنام يا جمهوري جبال. وأقول الله يمسيكم بالخير يا جمهور الفخر، يا جمهور السعد، يا المحزم المليان، وإن شاء الله أني قد الثقة اللي أعطتوني إياها، وإن شاء الله وبإذن الله نحن بنقدم شيء يرضي الله ثم يرضيكم، وبدعمكم أستمر، لولا الله ثم دعمكم ما استمريت، وإن شاء الله نحن للنهاية بدعمكم وبجهودكم، وبإذن الله بإذن الله ما أضيع جهودكم وعند أخيكم، وعسى أني قدمت شيء يرضي الله ثم يرضيكم. يعطيك العافية عبد الله. وأيضا عبد الله اختصر في دقيقة يعني يناشد جمهوره وكل من يتابع عبر شاشة قناة الواقع الفضائية بالتصويت له في الحصول على شيك الإنقاذ. قبل أن ننتقل لمشاري عمره الخامس معنا، نذكر جمهورنا العزيز أن الحين نزلت يعني الأسماء ورابط التصويت نزل في حسابنا بتويتر، بإمكانك تدخل وتشاركنا تصويتك واختيارك للمتسابق اللي حيكون معنا في شيك الإنقاذ. مشاري تفضل. أول شيء الحمد لله على الشيء اللي كسبناه وحصلنا معي مع الشباب. بالنسبة لجمهوري أنا والله أني نزلت بشتي احترام لهم تقدير لهم، ما أحب اللي قبل شوي صار هذا كاركتر فقط، لأن دخلنا صالة تميز حبينا نعطي كاركتر للصالة هذه وإلى غيره. أول شيء أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأسأل الله أن يبارك فيهم، يكفيني محبتهم لي قبل تصويتهم قبل شيء، والشيء هذا احنا نطمح له. انا ان شاء الله باذن الله من هذا المكان اعلن لهم اعلان يعني اني اذا طلعت باذن الله من برنامج سواء في النهائيات او غير النهائيات او حصلت على التصويت، انا ان شاء الله باذن الله اني راح اقدم باذن الله يعني اعلانات كثيره باذن الله مجانيه للمتابعين يستاهلون. فاسال الله ان يوفقهم واسال الله جل وعلا ان يوفق الشباب كلهم معي، والاختيار حقيه للشخص، فان رايت فيني خيرا فجزاك الله خير، وما رأيت في الشباب والشباب كذلك أخير مني وأفضل مني، فجعل ربي يوفق الجميع. يعطيك العافية مشاري. أيضا مع نهاية الدقيقة مشاري يختم كلامه بكلام جميل وتسويق أيضا لحساباته عبر كل مشروع لأسر منتجة أو ما شابه ذلك، أنه يدعمهم بالمجان وبدون مقابل مالي. الخمسة قدموا تشخيصهم وقدموا إبداعهم في دقيقة، ودنا في خلال الوقت المتبقي لنشوف من المرشح وحتى نهاية العشرين دقيقة وحتى نهاية الليلة تتكلمون عن متاجركم، وبلا شك كل شخص اليوم في هالبرنامج يكسب نقاط، يكسب أسهم، يكسب فلوس من خلال المشاركة مع شركاء النجاح، 21 متجر مع 21 متسابق. أبى أترك لكم المجال تسولفون وتتكلمون عن متاجركم، واللي انتهى طبعا آخر وقت تقريبا اليوم الساعة 8 وقفل موضوع المبيعات، بعدها رصدت الدرجات اللي حتكون أيضا بعد هذه الفقرة إن شاء الله مع الإعلامي إبراهيم المعيدي فقرة الديلمة، وهي تحديد المصير لاختيار العدد اللي حيكون مع زياد الشيري غدا في البرايم. انطلقوا براحتك، كل واحد ياخذ وقت. أنا عندي إعلاني، تفضل. انا اذا تسمح لي بتقهوى وبسمع. خذ راحتك، انا اعلاني عن لوكارت. خلاص هو لوكارت تو يجيني خبر اليوم. خلاص اليوم يجيني خبر، يجيني بضاعه اليوم، انت خبر امس وقبل امس ترى ما جاني شيء ترى. تمام، انت شوف شوف طاولتي فاضيه صح؟ صحيح. انا توقعت ان الاكسسوارات هذه راح بالي بعيد، الاكسسوارات هذه، فانت فاهمين قصدي وش الاكسسوارات هذه راح بالي بعيد فيها.
يوم جاء اليوم لهجتني هذه اللي هو الاكسسوارات اللي اسمها الجرابات والجوالات والبروشور واسمها هذه البروشور اي حقت ايش يسمونها؟ بروشور اي ويسووا لكم على الاكواب وعلى الجوالات على الجوالات طباعه ما طباعه ترى طباعه ما شاء الله على الجوالات على الصحون على القدور على اي شيء حلو يسوي لك ايش طباعه ترى تبيها صوره تبيها كلام تبي اللي تبي يسوي لك طباعه هذه مش شيء ثاني الصور اللوحات الكبار هذه والصغيره اللي قبل جبتها لكم اليوم ترى هذه كلها رسم هي صور ما شاء الله جبت لكم اليوم صوره حقت ايش الله يطول بعمره ان شاء الله ولي العهد محمد سلمان الله يرحم الله يعطيه العافيه هذا ولي العهد خلاص محمد اللي انا شفته انا على طول قلت هذه الصوره من وين جايبينها لانها نفس البشت مسويها كذا صح يوم كان بشته اتوقع انه كان برا المملكه صح نفس المشيه والخطوه والله اني احسب منها صوره طلعت رسمه نجبر الصوره هذيك سميها لان فريق الدعم دخلت على اسم المسوق نفسه اللي هو مسوق صاحب البراند قلت هذه الصوره قال لا دقق زين ودقق هم معي كلمه من الاعداد طلعت رسمه قلت بدا من هذه رسمتكم على في ولي عهد مدام هذا شكل الصوره والرسمه والله شيء غير طبيعي قالوا بنرسل لك لوحات ان شاء الله اذا اني استمريت معهم بنرسل لك لوحات كبار تراهم اعطوني وعد ابغاك اعطوني وعد مع الجميع ترى الوعد معكم ومع الجميع ومع الجمهور برا ومع المتابعين برا لان في رابط مع فريق الدعم في حساب تويتر يدخل على الرابط حق المتجر فيه تخفيضات عندهم وفيه خصم 5% باسمي انا اللي هو دبليو كابيتال 04 ايش يسوون؟ انت بتروح تصور انت بتروح ترسم نفسك عندهم في لوحه سواء اي مقاس تبيه حساب انت بتسلمه لهم او فلوس انت اكيد بتسوي بفلوس بعد التخفيضات بعد الخصم صح؟ بيروح من الفلوس اللي انت اعطيتهم اياها 300 ريال لجمعيه ابطال املك اوه هذه والله 300 ريال كفاله عن الرسام وعن اللي جاي يرسم لي صورته عندهم وتحياتي لمن عد الحياه يا هلا عندك يا ابو سحاب انا طال عمرك علاقتي في العود وثيقه جدا وفي البخور والله يا الربع ترى شيء اساسي يا ابو سحاب والله يا الربع ان عندي عود معتك كمبودي ما هو ببراند انا من الناس اللي شمتها عندك ما شاء الله تبارك الله بعلم لا ما هو عندي عود كمبودي من 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 زواجي من 8 سنوات ما هو ببراند ما بلجبت هذا من محل لا بعلم إيه؟ من محل في 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 جده في اسواق القديمه وهو ايش ما هو ببراند معتمد يعني شيء درجه ثانيه إيه؟ فعلاقتي قويه في العود البراند اللي انا مسكت العود للنخبه والزعفران قبل تبدا المسابقه والبزنس انا كنت حاط عيني على براند معين وفاز به رجال وقفل عليه الموضوع وكان خطتي الثانيه العود والزعفران القمه براندات العطور موفقة جدا بس انا كنت حاب العب على كرت انا عارف انه ما يفشلك حتى لو انك ما انت مسوق هو البراند قوي بنفسه تكلم عن نفسه اي تكلم عن نفسه انا ما كثرت حتى يوم ان البضاعة ما جات في اليوم الثاني فقد الكيس وبعدين حصلناه انا ما كثرت انا في 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 مشاهد بسيطة انتم يمكن منهم مسفروا يمكن اثنين منكم مسفروا عبد الله او بعضكم ووليد بالتجربة حطيت مرة جربت الأول اللي هو رماد الحطب والثاني البراشين هذا من الدهن العود خليكم من البخور وخليكم من المباخر لأن عندهم فكرة المباخر جبارة اي والله جبار بوكس ذهبي الحبتين والأعواد الفيتنامية ومحة ولاعها أصلية جدا ما شاء الله الله يهينك فثقتي جدا فيه عالية يعني أنا الجمهور سواء يبغى ينفعني بالمشترى هذا او ما هو بنافعني هو مستفيد هو شاري منتج قله اللي يركزون عليه قله اللي يهتمون فيه لكن منتج يوم يحضر يرضي الجميع ورب الكعبه وهذا مو بلا اعلان ولا غيره اني احب على نفسي واحب على الرجل اللي يشم فيه بغض النظر عن براندات العطور كلها انا كنت مدير معرض عطور ريحه العود بالذات على الرجل وعلى كبير السن حتى من النساء لا يعلى عليها وامهاتكم واباكم شهداء الله في ارضه على هالامر، دائما العود فارض نفسه. يا سلام فا ان كان يعني زي ما قلت لكم ياخذ طياره دبليو كابيتال 16 ويقلع الصعود والموعد في القمه للعود والزعفران. انت لحالك قمه يا ابو سحاب. اي نعم. والله انت لحالك قمه. ما عليك زود. تفضل. ما عليك زود. ما اقدر اتقدم عليك. لا لا تفضل انا يا الربع حماد الحين. بعض البضاعات او بعض المتاجر اللي انا قدمت طيب ولا عطر ما جاز لك
وتشوف عليه اعلان وتطلب، وش بيطلع ذاك؟ ولا هم منا ان شاء الله. يعني مثل ما تقول يكذب على نفسه، ما هو يكذب على الناس. لكن اللي حصلت دار مثل شميم دار عطور فاخره، حصلت عطر قد شمها ابو عمر وانت شميته ومحمد مبارك الليله، الجنت من افخم العطور. وصراحه اني قلت جامل وما جامل؟ لا والله لا جامل، صح؟ لا والله ما يحتاج احلف لك. العطر اللي انا اشغلتك هنا وتفتح لي حق المتاجر اطيبني منه، صح؟ لا اشغل الاعداد افتح لي المتجر. هذا اللي من الياسمين والورد. اي ايش اسمه هو؟ والجنت. الجنت تدري كيف شمتها فيه؟ قام من الجلسه لو فيها واخذت شوي اشمت تحت عطر. عطر حلو ما بارد، بارد وزين فواح. فواح فواح ثابت ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله انقطعت فيه. كل عطورك بارفيوم متجر. ما شاء الله كلها بارفيوم. اي نعم بارفيوم. ها؟ بمجرد انك حاطين بعد خصومات لدرجه انها 20%. ما شاء الله. الـ 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 البوكس يجيك ثلاث عطور وخصم عليه 20%، كان 600 ينزل 497. ما شاء الله. يعني في فرق شاسع من غير الجوده والتركيز العالي. يعني شيء فاخر ودي اشتريه واتعب عليه ولا اشتري اي كلام. والله اني صادق انا كشخص. شيل لي اول زبون بعد البرنامج، اول زبون عندهم اي والله. وعادهم بعد لو تجيهم المتجر عندهم خصومات من غير تدخل كود الخصم W18 وتكون فاخر وانت فاخر ومانع والمطريق ذول فاخرين. يا سلام. الله اني صادق. اللهم امين. انا بتمكسج بتمكسج بتمكسج. عندك المتجر ما يحتاج نتكلم عليك. واضح متجرك. احنا خلصنا. معروف في النسخه السابقه اخذ الاكثر مبيعا والمركز الاول اللي هو متجر ريفي. يا اخي من اسمه الحاله ما يحتاج اني اتكلم. الذ معمول والذ دكلاجه ممكن تاكلها في حياتك. ما اقول كلام ذا الحالي، كلكم جربتوا. صحيح. كلكم. صحيح. ف شيء 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 شغل جبار. ومن الاخ من شيء تشتريه ما تندم منك شريخ يعني. ما شاء الله. ابدا. ما شاء الله. واسعار رمزيه وفوق ذلك مدلعين بخصم 10%. كودك؟ بكودي دبليو كابيتال 15. شغل شغل لا يعلى عليه. ما شاء الله. اكتفي بهذا المعروف. لا يعرف. ترى قد تعودوا العالم الغير، العالم الغير قد تعودوا على الاعلانات الخارجيه اللي برا. انا سمعتها وانت سمعت سمعتكم صح؟ لا. اني بجي على القهوه هذه وبعلن عن الزيت عندك وبعلن عن المعمول عندك، صح؟ اني بعلن عنه. فيه ناس، بس فيه ناس اذا اعلنت مخابيها. صح. الجد عاد مخابيها وجي طعمك تلقى فلان وفلان فلان. انا جاتني جاء الكلام عند الامور. مسبر تعرف المشهور فلان؟ قلت ايش فيه؟ قال اعلانه يا ولد، اعلانه ما خلى شيء المحط في الشيء المعين ذاك، فهمت؟ نقطة مسبر ولا يقول والله لا عجبنا ولا طلع صاحي ولا قطع كلامك. انا قبل لكن ترى كلامكم على طريق مجربينه. إيه على طريق كلامك ذا. انا قبل من دون ذكر اسماء جاتني شركه معروفه يبون يعلنوا عندي وقالوا هذا العطر جاك، بس عطني معني في بوكس زي كذا. قالوا اعلن العطر وامدح العطر. ما شاء الله. قلت انا عاد انا يعني مسفر باخصني انا في العطورات الاشياء ذي على جنب. يقول امدح لو انا سيء، فهمت؟ لو سيء بقول لك سيء. مسألة ذمة وضمير. فجاني وتعطرت من العطر. لا والله العطر سيء صدق يعني. ناس اذواق، ناس مزاجات. 20 ريال ما اخذه، مستحيل ادفع عليه. وهو سعره في الموقع حدود ال 400 بالضبط. مستحيل اخذه حتى ب 20 ريال ما اخذه. فاعتذرت منهم والله، قلت والله اعتذر. جيب لي عطر عليه الكلام انا هنا اتكلم. انت تكون مرتاح وانت تعلن. انا هذه ذمه تكون مرتاح وانت تعلن. لو المقصد فلوس حطيت فلوس مخباي ونزلت الاعلان وخلاص. صلى الله عليه وسلم. طيب انا بالنسبه لعطور بالنسبه يعني انا عندي بالنسبه تكلمت عن العطور ما العطور والشباب كذلك. انا ماسك براند مليون شجره واللهم لك الحمد ان انا شخصيا سعيد لما جيت نظرت. لا والله ما شاء الله تبارك الرحمن المزارع ناصر الحمد ماخذ جائزه عام 2021 خارج المملكة. جائزة افضل مزارع في السعوديه. في الجوف. من في الجوف. صح. كذلك الان هو في اسبانيا. تكلمت صحيفة إسبانية أن مزرعة المليون شجرة من أفضل مزارع العالم في الزيت. هذه كفيلة بالشهادة. حنا نمتلك مليون شجرة، مليون شجرة زيت زيتون. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. عدد الكربوهيدرات صفر، الصوديوم صفر، البروتين صفر، الدهون متحولة صفر، صحي. أنا أمس لما مع وليد
كانت يدي هذه متشققة ترى، وقالوا لي إن ترى يتدهن فيه الشخص، يتدهن جسمك شعرك جسمك. جيت الآن بشرتي اللهم لك الحمد مع الجروح هذه البرد تجيك تشققات من الموية وكذا، الآن بشرتي ما فيها شيء من مرة واحدة، وأنا أسأل على الكلام هذا اللهم لك الحمد. غير كذلك حلقي أشرب يعني ربع فنجان مثلا، إذا ما اللي ما يستصيغ الطعم يعصر معاه ليمون صحي مع اللبنة مع الزعتر مع فوائد كثير جديدة معروفة. كذلك 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 الطبخ، مع الطبخ هو يمكن يصح مع القرص كل شيء صح. احنا عندنا 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 فطور مع كل شيء، كذلك عندنا الزيت هذا المليون شجرة الآن هو في إسبانيا. احنا ترى على فكرة الزيت زيتون وشو بكر، شو معناته بكر؟ بكر معناته أخذت الزيتونة وعلى طول على المعصرة وتمت، ما في لا إضافات ولا أي شيء. ايش معنى بكر درجة أولى وعصرة على البارد؟ ايش معناته عصرة على البارد؟ عصرة على البارد معناتها بعض الزيتون إذا زادت درجة الحرارة المكينة تكون حارة يطلع لك زيت أكثر ولكن الجودة أقل. حنا لما نعصر على البارد ايش معناته؟ الزيت عندنا يجي أقل بس الجودة أعلى، بس الجودة أعلى يكون. وكذلك وش هو عصرة أولى؟ ما تأخذ الزيتون ويروح يعجن مرة ثانية ويعصر مرة ثانية، لا عصرة مرة واحدة عصرة أولى وعلى البارد. على البارد أنا قاعد أضحي بكمية زيتون بس وش هو؟ أبغى أطلع جودة. صدق إنه يطلع لي زيت قليل لكن أنا أبغى أطلع جودة، أبغى أطلع جودة، فلذلك إحنا نعصر على البارد. طيب إحنا وش هو في المليون شجرة؟ في المليون شجرة اللهم لك الحمد عندنا خصم بكودي أنا في المتجر، لو يدخل على متجر المليون شجرة بيلقى الكود فوق اللي هو W1 W كابيتال 1، هذا يخصم لك طال عمرك 15% بالإضافة إلى أن عندك الشحن مجاني. اللهم لك الحمد حنا بدينا عام 2016 ترى، الآن حنا نمتلك مليون شجرة وكذلك مصنفين من أفضل زيت زيتون في العالم. بالإضافة هذا حنا ترى بادين تونا، ولكن ينطبق علينا قول الشاعر من لي بمثلي مشي كالمدللي تمشي رويدا وتجيء الأولي. يا سلام مشينا، صدق ان بدينا متاخر لكن جينا قدام في الصفوف الاولى، فاللهم لك الحمد. الشهايد والوثائق كلها موجوده، والان صاحب المليون شجره الان ناصر الحمد موجود وين؟ موجود في اسبانيا الان. انا يمكن امس او قبل امس تواصلت معه، هو الان موجود في اسبانيا. رجل يشتغل بعقل، عقل. كتاب ارث تكلم عن ناصر الحمد وعن عن عن مسيرته في البيئه والزراعه والى غيره. اللهم لك الحمد. خاص بعمر صنع عند صاحبه ما يبغى ما يحتاج. تدرون شو تخيل الحين وانت تكلمت بيه. انت تكلمت، مشاري تكلم، محمد تكلم، عبد الله تكلم، ابو علي تكلم، كل متكلم عن ايش؟ عن امراض نعده صح. تشي تخيل انا اذا اركز معكم اركز مع نفسي وتخيل في جمهور جالس قدامي زين، وحنا ضيوف جالسين قدامهم وكل اللي يمدح متجره صح، لا اللي عنده، انا اقول هل هم بيقتنعون ولا نسبة منهم بيقولون يا رجال بيمدح اللي عنده يا رجال بيمدح اللي عنده صح لا؟ لكن لو قلت لهم ادخل على الرابط اللي في فريق دعمي انا فلان ولا فلان ولا محمد ولا عبد الله هذا، ادخل على الرابط فريق الدعم اللي هو رابط المتجر والكود، كود عبد الله وكود محمد، اي واحد يعني من متاجرنا صح لا؟ ادخل عليه وجرب، جرب اكيد في نسبة قليلة ممكن ما تذوق الشيء ذا، ممكن ما يعجب هذا الشيء فهمت؟ لكن انا متاكد ثقه تامه انها في 80% الى 90% راح يقولون بيض الله وجهكم بيض الشعر. على فكره ترى انا شفت المليون شجره، رابط المليون شجره انا مثبته في حسابي في تويتر مشاري عمر SMS_661، انا مثبت التغريده قدام المليون شجره هذه مثبته، ادخل بس على المتجر تلقى الكود فوق مليون. يعني تسويق حسابات ASG شرطه تحت 966 والرزق عند الله. انا اعلن للمتجر، انا اعلن للمتجر، لا عشان لان انا مثبت الرابط حق المتجر، المتجر موجود في حسابي في تويتر. المتجر ذا ايش اسمه؟ اي اس جي شرطه تحت 966. ترجع ورا سناب كله سناب تويتر يمناك عاد انا اقول يمناك حبيبي. ابى تميز عليك يا عيال، احنا صارت تميز يعني يحق لك ما لا يحق لغيرك. اكيد والله صح عبد الرحمن، يحق لي ما لا حق لغيري. بما ان احنا في صاله تميز ها خلي بس اقول تحيه للوالده تستاهل من هذا المنبر، يا امي العظيمه يا امي العزيزه يا امي الحبيبه، لقد اشتقت اليك كثيرا، انني تواق جدا للقائك،
أركض إليك ركضا مبرحا حينما أخرج من, من, من هذا المنتجع الفخم. مبرحا نعم، وأقبل قدماك بحول الله. دعواتك ورضاك الله يخليك لي ويخليك لكم. امين الله يخليها لك ان شاء الله. دقيقه بس بقول شغله بس. بالنسبه ايش هو سوى قبل شوي؟ ليش هو شو شايف عندك؟ ما شفت. لا قصدي شو سامع عندك؟ سامع ما شفت التغريده اللي قالها مشاري حقت الحساب. حسابي مسوي لها ريتويت، فاذا كان حسابي معلق يشوفون حسابي يشوفون التغريده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بس بقول شغله، في واحد من اخوياي انا اعزه كله انا بس دامنا احنا يحق لنا ما يحق لغيرنا. يا اخوي انت عندك شك، خذ عبد الرحمن انت في دينار الله سبحانه. انا بعد ان شاء الله باذن الله تويتري حسابي ان شاء الله انهم بيغردون مسوي لك عدد تغريده عشان يجوني لعندك عشان يمرون على اداي ويمرون عندي. انا في واحد من اخوياي سوق لهم بس. انا في واحد صبر ما اروح. انا في واحد من اخوياي بما اني انا الان هنا ودي اوجه له سلام، هو مصور وعندنا في مكه. انا دائما انادي ابو شرف، فانا ودي اوصل له سلامي من المكان هذا واقول له اني احبك واسال الله ان يوفقك يا حبيبي. انا احب الفلوس والله يا بدر. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بيض الله وجيهكم. وانت التصويت وعبد الله رزقي لا زال في كرسي المساج، ولا ربما يختار الجمهور عبد الله الرزقي وهو بالاسترخاء. انتهت تقريبا 20 دقيقة، خلونا نروح للمسرح ونسولف وياكم وندردش ونشوف من هو صاحب بسم الله اعلى تصويت في التصويت المعلن في تويتر. عرب شدوا شدوا. قم 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 بسم الله. هذا يبين ينزل، ما هو بعارف شلون ينزل. عبد الله، احنا ننتظر الشباب بس. يلا يا مشاري وعبد الله عشان ما معنا وقت. العشرين دقيقة انتهت، وانتهى التصويت أعزائي المشاهدين في كل مكان وعبر شاشتكم شاشة قناة الواقع الفضائية في صالة التميز. بعد العشرة اللي جوونا وتضيفوا وخمسة غادرونا وخمسة باقين معانا، من خلالها حيكون معانا واحد حيذهب مباشرة إلى شيك الإنقاذ بعد العشر أسئلة. ولكن إحنا بانتظار نتيجة التصويت معانا مشاري عمر، عبد الله الروقي، وعبد الله الرزقي، ومحمد العبيان، وأيضا مسفر بن رميثة. في آخر دقائق صالة التميز بلا شك بدأناها بحب وحننتهي إن شاء الله بحب، ولكن بعد ما نعلن من هو صاحب أعلى نسبة تصويت في فقرة صالة التميز، واللي ربما يعني شيكل إنقاذ يكون من نصيبه. طيب معانا شيكل إنقاذ، كل واحد يعني ياخذ شيكل إنقاذ معه يوجه له كلمة. وجه لشيكل إنقاذ كلمة يا مسفر، اعرضه للمشاهدين وخلهم يشوفونه، وهذا حيبقى معك الى غدا اذا اخذته يا مسفر. نقول باذن الواحد الاحد، نقول بسم الله وتوكلنا على الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اسال الله العلي القدير ان كان ان شاء الله من ان كان هذا من نصيبي ان شاء الله اني اكون ان شاء الله عند حسن ظنكم جميعا يا جمهور العزيز، وعسى الله ان شاء الله يجمعنا واياكم على رضا الله سبحانه وتعالى. يا سلام. تفضل. طبعا في حال لو اعطيتك اياه وأهدوه لك الجمهور ووقعت عليه وضيعته اليوم أو الصباح وما قدرت توديه لزياد، راح عليك شكل إنقاذ. راح أقول تحت مخدتي إذا ما يفاق كذا. تمام. يلا يا محمد. أنا أقول إن شاء الله بإذن الله أني ماني من اللي بيطلعون برايم بإذن اللي ما تنام عينه وتوفيق من الله سبحانه، ولكن أقول لهذا الشكل الجميل أنت لي وأنا لك. شكرا. طيب انت واثق انك يعني ما راح تدخل برايم؟ والثقه ماني واثق، اقول ان شاء الله. والثقه جدا جميله اكيد، ولكن خلنا نسالك لو ما طلعت او دخلت البرايم من بتعطي شكل انقاذ؟ قصدك في اللي بالبرايم؟ ما ادري من اللي بالبرايم الى الان. انت في بالك من يعني لو دخل واحد تحبه في البرنامج قريب منه في البرنامج؟ والله كلهم لهم غلا ومكانة في قلبي، لكن سأعطيه من يستحقه، سأعطيه للشخص ممكن أخطأ أو أخطاء واجد، ولكن ظلمه هالأشياء الأخطاء اللي سواها وطلعوا برايم. هل بعطيه اللي يستحق اللي بيقدم؟ ياسم هل ممكن أنك ما تستخدم الشيك؟
لا تستخدمه يعني. باذن الله سواء لك او لغيرك لان كل من في القريه مبدعين. يا سلام. يلا يا عبد الله. يعني هذا هو شيك الانقاذ، شيك الانقاذ محظوظ اللي بيحصل عليه. انا اتمنى من اعماق قلبي يعني اني احصل عليه، ما هو ذات نفسي، يمكنني اهديه الواحد من الشباب اللي بيطلعون، وبخير الشباب معي في اختياره، والشباب كلهم يعني من فضل الله تعالى يرون انفسهم في حاجه بعض، كلهم يثنون على بعض، كلهم يرون ابداع بعض، اخطائنا احنا شركاء فيها، احنا كفيلين باصلاح الاخطاء، الكل عنده محتوى خدمنا وخدم الشاشه، وان شاء الله نخدم الجمهور، فاتمنى انه ما يضيع من اي يد اي واحد. انا اذا كان عندي اما استخدمت لنفسي تاكد اني ان شاء الله راح اهديه لشخص يستحق ذلك. يعطيك العافيه يا عبد الله الروقي. عبد الله رزقي شيك الانقاذ معك وفي اقل من 20 ثانيه سريعا. شيك الانقاذ لا اعطوني يا جمهوري، وعسى ان نكون قد الثقه وبنستخدمه في حين استخدام. يا سلام. مشاري عمر، انا ودي اقول شيك الانقاذ شيء، انا ودي اقول له اني احبك حبا لا نفاد له ما دام في مهجتي شيء من الرمق. يا سلام. البيت اهداء لشيك الانقاذ، ولكن انا من المنبر هذا بقول لشخص اذا ما طلعت انا في البرايم انا راح اهديه لاخوي زايد بن سابر لانه يستاهل. يستاهل الشباب كلهم. يعطيك العافيه. الشباب كلهم يستاهلون والله. مشاري خمسه اعزائي المشاهدين اخذوا شيك الانقاذ وعبروا عن مدى استخدامهم لهذا الشيك، ولكن سياسه صاله التميز واحد حيذهب معانا الى العشره اسئله، ومن خلال الخمسه اللي انتم اتخذتوا هذا القرار ان واحد يحصل على شيك الانقاذ بعد اجابته من العشر أسئلة فقط خمسة. مسفر بن رميثة ما هو هو، ولكن ربما يكون هو في فقرة صالة التميز. نقول بكل حب في صالة التميز، نبارك جميعا من هذا المنبر إلى محمد أله بيان. تستاهل يا حبيبي. اي والله انك تستاهل. تفضلوا اجلسوا يا شباب، الحين محمد فقط حيكون معاي. محمد الشيك الان ملك لك فقط لمده دقيقه، حيكون معك وربما اسحبه منك بعد اجاباتك سواء كانت الخمسه صحيحه. معك دقيقه واحده، حاعطيك اسئله سريعه في حال عشان لا يضيع عليك الوقت، في حال ما عرفت السؤال تقول لي مشي او عدي بحيث اني انتقل الى السؤال مباشره. طيب بس قبل الدقيقه تفضل كلام ممكن اقول. تفضل يلا سريعا. الف شكر لكل من صوت لمحمد، الله يبيض وجيهكم، سواء من فريق دعم، من جمهور، من اهل واقارب واخوان واخوات، الله يجعلني فداكم، والله لا يهينكم، بيض الله وجيهكم. تستاهل الطيب. تمام. نذكر المشاهدين ان معنا عشر اسئله حتطرح الى محمد العبيان، وفي حال جاوب على الخمسه الف مبروك مباشره شيك الانقاذ لاستخدامه هذا الاسبوع فقط، وفي حال جاوب على أربع أسئلة من عشرة حيكون السؤال الخامس بمصير الجمهور، هو من يحدد يأخذ شيك الإنقاذ محمد أو لا. طبعا قيمة السؤال يا شباب، لكل سؤال قيمته كم؟ طبعا لكل سؤال قيمته 100 سهم، في حال جاوب على اثنين أو ثلاثة حيخرج محمد آل عبيان ومعه الرصيد اللي أخذه من قيمة السؤال. نبدأ بسم الله وعطونا التايمر. يا رب تكون سهلة. خليك مركز. بسم الله. بسم الله. بسم الله بدأ الوقت. ما الجزء الوحيد من جسم الإنسان الذي لا يصله الدم؟ إذا ما تعرف قل لي مشي. لا يصله الدم. سريع. مشي. ما الموطن الأصلي للبطاطا؟ مشي. كم مرة اعتمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثمانية. كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟
28. ما هي لغة النمسا؟ مش. ما هي المدينة الملقبة بمدينة الضباب؟ لندن. ما هي أعلى هضبة في العالم؟ مش. من يكون أخو عمك وليس عمك فمن هو؟ أخو عمي وليس عمي؟ أبوي. ما هو اسم الكتاب المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام؟ مش. ما هي أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة؟ بضبي. كذا انتهت العشر أسئلة، وبانتظار فريق الإعداد يعطينا تمام. كذا الآن جاوب محمد العبيان على ثلاث إجابات صحيحة، 300 سهم، ولكن الفرصة الأخيرة هي لشيك الإنقاذ أو الحصول على 400. شباب إذا تعطونا بس الخبر تمام حناخذ الاتصال الحين. تمام في 20 ثانية حناخذ اتصال، حيكون بشكل إنقاذ أو الحصول على 400 نقطة يا وليد. طبعا إحنا ذكرنا أن لابد أن يكون في 5 أسئلة يجاوب عليها، سواء جاوب على 4 والخامس المتصل، ولكن مع اتصال واحد حياخذه فقط، سواء عشان تضاف القيمة اللي هي 100 نقطة إلى رصيدة اللي حصل عليها 300 سهم. معنا اتصال حناخذه بعد شوي وحنسأله سؤال. يبدو لي أن شيك الإنقاذ ذهب عنك، ولكن حتغادر لجنة أو تغادر صالة التميز ب 400 سهم أو 300 سهم. الاتصال جاهز يا شباب؟ مسك من الكويت، السلام عليكم يا مسك. وعليكم السلام. يا هلا بمسك من الكويت. شباب يا بس يا ليت تعطوني الآن، هل هذه بطاقة الإنقاذ أو الحصول على 400؟ إحنا ذكرنا أن بطاقة الإنقاذ. لا زال مع فرصة أن الجمهور يهدي بطاقة الإنقاذ. مسك هلا، معاك سؤال الحين في 20 ثانية، إذا جاوبتي مباشرة يعني بتهدين محمد العبيان شيك الإنقاذ. السؤال جاهزة يا مسك؟ جاهزة. يلا الوقت معاك. ما هي وحدة قياس التيار الكهربائي؟ ما هي وحدة قياس شنو؟ التيار الكهربائي. التيار الكهربائي أمبير. الأمبير متأكدة قبل الوقت؟ متأكدة. مسك اختارت الامبير. وما هي وحدة قياس التيار الكهربائي؟ من خلال إجابة مسك محمد العبيان، ايش رايك في الإجابة؟ ان شاء الله انها صحيح. طبعا في حال الان انت معك 300 سهم، وفي حال الجواب كان صحيح حتحذف ال 300 وحتحصل على شيك الإنقاذ. ما تحذف؟ ما تحذف طبعاً، حتكون معك 400 في رصيدك، 400 سهم، وأيضاً حيكون معك شيك الإنقاذ تستخدمه غداً مع زياد الشهري بعد الإمضاء من صالة التميز، وأتمنى إذا أخذته ما يضيع بعد الإمضاء. عندك معلومة عن السؤال أو أنه صحيح أو لا؟ توقعت أنه صحيح بإذن الله. صحيح إن شاء الله. محمد العبيان بلا شك، وإجابة مسك من الكويت، وكانت آخر متصلة معنا وفي آخر حلقة صالة التميز، تهدي محمد آل عبيان شيك الإنقاذ. هيا هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا شكرا مشاهدينا الكرام على مشاهدة قناة الواقع الفضائية، وتحديدا من برنامج البزنس في فقرة صالة التميز. أتمنى أني كنت خفيف عليكم طيلة هذه الفترة في صالة التميز مع الشباب المبدعين المتسابقين في برنامج صالة في برنامج البزنس وفي فقرة صالة التميز. لا ننسى وإياكم
وقف أبطال أملج الأيتام، هم بحاجة بالريال أو ما تجود به نفسك لاكتمال هذا الوقف. سائلين من الله عز وجل أن لا ينتهي هذا البرنامج إلا وقد فرحنا واستبشرنا جميعاً باكتمال هذا الوقف. كنت معكم أنا عبد الرحمن الكليب في صالة التميز، وألتقي بكم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بفكرة جديدة بعشر متسابقين جدد في أمان الله. ضونا كل وقت حية عامرة مشاذنية ضيفنا.